بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله، عبده وصفيه وخالصته ونبيه، ابتعثه ربه سبحانه وتعالى بالدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدرك منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لا ذهب كما قيل الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقنا بنسبه وحققنا بحسبه وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونكرع بها من موارد الفضل، واحملنا على سبيله حملا محفوفا بنصرتك، واقذف بنا على الباطل فندمغه، وزج بنا في بحار الأحدية، وانشلنا من أوحال التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، كنا قد انتهينا في مجلسنا السابق عند نهاية الاسم الممنوع من الصرف، ووقفنا عند قوله رحمة الله عليه: فيجب صرف ندمان وأرمل لقولهم ندمانة وأرملة، أليس كذلك؟ بلى. ونكمل هذا المجلس أو في هذا المجلس ما قد بدأناه من هذا الباب، وهو نيابة الحركات أو الحروف عن الحركات الأصلية، مستعينين بالله سبحانه وتعالى وبفضله ومنه وكرمه ولطفه وإحسانه علينا. نقول قال المصنف رحمة الله عليه، وهو نفسه الشارح، نسأل الله أن يتغمده برحماته وأن ينفعنا به وبعلومه في الدارين، آمين يا رب العالمين. قال رحمة الله عليه: نيابة الحذف على السكون. قال: والحذف يكون علامة للجزم نيابة عن السكون في موضعين، وهو بذلك يشير إلى أن السكون هي العلامة الأصلية للجزم. وقد سبق أن قلنا إن السكون في حقيقة الأمر هو نزع للحركة أو حذف للحركة، ومن ثم أو على هذا الأساس يقول أو نقول إن علامة الجزم هي الحذف كما قلنا قبل ذلك. والحذف هذا على نوعين اثنين:
إما أن يكون حذف حرف وهذه تكون علامة أصلية، وإما أن يكون حذف حرف وهو يكون بذلك علامة فرعية. فكما أن الحركة تكون علامة أصلية، فإن حذفها يكون علامة أصلية. وكما أن الحرف يكون علامة فرعية، فإن حذفه يكون علامة فرعية. فهذا نظير ذاك. فالحركات الأصول وهي الفتحة والضمة والكسرة علامات أصلية كما ذكرنا وعرفتم أنتم وتعرفون ذلك جيدا. فإذا حذفنا الحركة كانت علامة أصلية. والذي ينوب عن الحركات هي الحروف، فالحروف علامات فروع للإعراب. فإذا ما حذفنا الحرف كان حذفه علامة فرعية. فهذا نظير ذاك. مفهوم يا طلاب العلم؟ مفهوم. قال: والحذف يكون علامة للجزم، نيابة عن السكون في موضعين. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر أصالة. خلي بالك هنا من كلمة أصالة. الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر يعني آخره ألف أو آخره واو أو آخره ياء. الألف زي يسعى ويرضى، والمعتل الآخر بالواو كيغزو ويسمو ويعلو، والمعتل الآخر بالياء كيرمي ويقضي، أليس كذلك؟ طيب، قال لك أصالة، ليه جاب الكلمة دي يا أولاد؟ لماذا جاب هذه الكلمة؟ وهل هناك معتل غير أصلي أو الحرف العلة فيه ليس أصلا؟ نعم، ولذلك احترز عن هذا بقوله أصالة. يبقى عندنا إحنا فعل مضارع معتل الآخر بالألف أصالة، زي ايه؟ زي يسعى، فإن الألف فيه أصلية. يعني ايه أصلية؟ يعني هي من ذات الكلمة، حرف أصلي من ذات الكلمة، وهي حرف علة العلة فيها أصلية، يعني ليس الألف منقلب عن شيء، يعني هي الألف أصلا فيها حرف مد ولين من حروف العلة التي هي الألف والواو والياء. لكن عندنا فعل مضارع معتل الآخر ليس أصالة، وإنما الألف فيه منقلبة عن شيء، زي تقول في يقرأ يقرأ بتسهيل الهمزة، فصار هذا المضارع معتلا ولكن اعتلاله ليس أصليا. وهذه مسألة سنذكرها بعد قليل، وقد جاء بها مؤلف هذا الكتاب. يبقى هو ذكر هنا أصالة
لكي يحترز بذلك عن الذي قلنا، وهي الألف التي تنقلب عن همزة، الألف المنقلب عن إيه؟ عن همزة، نحو كلمة يقرأ بالهمزة تقول فيها يقرأ بقلب الهمزة إيه؟ ألف. هذا هو، ولذلك قال هنا إيه؟ أصالة. طب والفعل المضارع اللي هو الألف فيه ليس أصلية، هل نحذفها أو لا نحذفها؟ ستأتي إن شاء الله المسألة، سنقولها برأسها إن شاء الله في موضعها بإذن الله. قال الموضع الأول: الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر أصالة، وهو كل فعل مضارع في آخره ألف، نحو يخشى علي، يخشى علي ربه، هذا هو. أو واو نحو يغزو إبراهيم، أو ياء نحو يرمي محمد، هذا هو. فالأفعال المضارعة التي المعتل الآخر هي يخشى ويغزو ويرمي. تقول لم يغزو محمد أو لم يغزو إبراهيم، وتقول لم يخش علي، وتقول لم يرمي محمد، فكل منها جازم ومجزوم. الجازم هو الأداة التي هي لم، أدي الجازم، يعني كانت سببا أو عاملا في الجزم، وكلمة جازم باسم فاعل أي قامت بعمل الجزم. نعم، فكل منها جازم. والمجزوم هو المعمول الذي هو المضارع الذي وقع عليه الجزم، فهو محل إيه؟ محل الجزم. نعم، وعلامة جزمه حذف آخره، حذف آخره. فالمحذوف من يخشى الألف هو الألف، والفتحة قبلها دليل عليها. ليه؟ لأن هذه الفتحة تدل على أن الذي أذف ألف، لأن الفتحة إيه؟ بعض الألف، الألف قلنا دي ألف طويلة، حركة طويلة، فإذا ما حذفت الحركة التي هي تطول فأبقيت حركة الحرف الذي قبل الألف، والحركة التي قبل الألف هي الفتحة، تبقيها كما هي، لأن الألف والواو والياء قلنا إيه؟ قلنا أنها حروف مد ولين، يعني صوائد، يعني حركات طوال، ومعنى أنها حركات طوال يعني الحرف الذي قبلها لابد أن يكون مشكولا بحركة من جنسها، صحيح؟ ألم نقل ذلك قبل ذلك؟ طيب، ولما جينا حذفنا الألف التي هي حرف مد ولين بقيت الحركة التي قبلها موجودة كما هي، للدلالة على أن المحذوف ألف. وكذلك في الواو، حذفنا الواو التي هي حرف مد ولين ثم بقيت الضمة التي قبل الواو دليلا على أن المحذوف هو الواو. وكذلك الياء، حذفنا الياء الذي حرف مد ولين ثم بقيت الكسرة التي قبلها دليلا على أن المحذوف هو الياء، وهكذا دواليك. فقال الشارع في ذلك: فكل منها جازم ومجزوم، وعلامة جزمه حذف آخره، فالمحذوف من يخشى الألف، والفتحة قبلها دليل عليها، وشرحت كيف تكون دليلا عليها. نعم، ولأن الفتحة تجانس الألف، وأكرر سريعا، لأنك إذا حذفت الألف التي هي حرف مد ولين بقيت الفتحة التي قبلها دليل عليها، صحيح؟ لأن الألف حرف مد ولين، وكذلك الواو والياء، وشرط ذلك أن يكون الحرف الذي قبل حروف المد واللين
مشكولا بحركة تجانس حروف المد واللين. فإذا ما حذفنا حروف المد واللين للجازم بقيت الحركات التي تدل عليها في الفعل. يبقى هذا هو معنى كلامه، كررته مرة ثانية. مضبوط يا أولادي؟ أكرر، مفهوم؟ مفهوم. والمحذوف من يغزو الواو والضمة قبلها دليل عليها، لأن الضمة تجانس الواو. والمحذوف من يرمي الياء والكسرة قبلها دليل عليها، لأن الكسرة تجانس الياء. هذا هو. ومن العرب من يجري، هذه المسألة انتهت. هو جزم، الجزم المضارع المعتل الآخر يكون إنما يكون بحذف حرف الإيه؟ العلة. هذه مسألة انتهت. نأتي إلى مسألة جديدة، وهذه المسألة من الأهمية بمكان، لأن قائم عليها أحكام كثيرة من أحكام النحو العربي، وكذلك من أحكام اللغة، قواعد اللغة عموما. هذا هو. قال، هذه مسألة جديدة مهمة. قال: ومن العرب من يجري، يجري بضم الياء، من أجرى المتعدي، وليس من جرى، وليس من جرى اللازم. ومن العرب من يجري المعتل مجرى مش مجرى. فإذا كان ثلاثيا يجري مجرى، تقول يجري مجرى، وإذا كان رباعيا تقول يجري مجرى. مفهوم؟ هذا هو. نعم. قال: ومن العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح. يعني إيه؟ يعني يصير حكم المعتل كحكم الصحيح. يعني عندهم المعتل كالصحيح. طيب في أي شيء؟ قالوا: في كونه يجزم بحذف الحرف، آسف، يجزم بحذف الحركة، يجزم بحذف الحركة كالصحيح. فإذا قلت أو قلت: يدافع الله عن الذين آمنوا، فإن يدافع هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ثم إذا جزمته وقلت: لم يدافع فلان إلا عن فلان، فأنت بذلك قد جزمته بحذف الضمة، بحذف الإيه؟ يعني بحذف الحركة. فأنت قد حذفت الحركة التي عليه، فصار ساكنا، فصار إيه؟ ساكنا. لكن الأمر يختلف مع المعتل الآخر نحو يسعى ويخشى ويرمي ويغزو. لكن من العرب في لغة عندهم يكون المعتل في هذه اللغة مثل الصحيح، إذا جزمته إنما تجزمه بحذف الحركة. فإذا كان الفعل يغزو فأصله عندهم في هذه اللغة يغزو، يغزو. ويرمي أصلها عندهم يرمي، وكذلك يسعى هو مرفوع بضمة. فإذا ما جزمته إنما تجزمه بحذف الحركة، فيصير لم يسعى بالألف. طيب وأين علامة الحذف؟ قال: علامة الحذف هو حذف الضمة المقدرة، حذف الإيه؟ وبه نزل القرآن: لا تخاف دركا ولا إيه؟ ها؟ لا تخاف دركا ولا تخشى. في رواية حفص عن سيدنا عاصم بن أبي النجود رحمة الله عليهما: لا تخاف دركا في حرف طه،
ولا تخشى. وأثبت القرآن الألف على هذه اللغة، ولا لا ناهية ولا تخشى، فلا هنا ناهية جازمة. طيب وتخشى قال لك فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف الضمة المقدرة، فأصلها تخشى والألف عليها ضمة، فإذا جزمته جزمت بحذف الحركة كالصحيح تماما، وبه نزل القرآن في قراءاته الصحيحة. طبعا وفي قراءة أخرى ولا تخشى بحذف الألف على 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 القاعدة المشتهرة في كلام العرب، أغلق الباب، في كلام العرب. طيب يبقى قال المصنف والشارح رحمة الله عليه: ومن العرب من يجري المعتل المجرى الصحيح فيحذف الضمة المقدرة، فيحذف الضمة المقدرة ولا يحذف حرف العلة، فيجريه مجرى الصحيح تماما، فيقول لم يخشى بالألف بإثبات الألف. طب ومجزوم بإيه؟ قال لك ده مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الضمة المقدرة. مضبوط؟ مضبوط. وتقول ولم يغزو، لأن أصله عندهم يغزو، أصلها عندهم إيه؟ يغزو، وأصلها عندهم يرمي بإثبات الآف، ولم يغزو، ويقول لم يرمي بإثبات الياء هكذا. والواو والياء، وعلى ذلك جاء قوله بإثبات الألف والواو والياء، وعلى ذلك جاء قوله يعني قول الشاعر كذا وكذا. والشاهد على هذا كثير من الشواهد الشعرية، الآية القرآنية التي ذكرتها في حرف طه، في حرف طه: لا تخاف دركا ولا تخشى بإثبات الألف. وكذلك هذه الأبيات الثلاثة، قال الشاعر: إذا العجوز غضبت فطلق، إذا العجوز غضبت فطلق. الفاء هنا وقع في جواب الشرط، لأنه طلب، وجواب الشرط إذا كان طلبا يقترن بالفاء، إذا كان إيه طلبا يقترن بالفاء، لأن جواب الشرط، جواب الشرط إذا كان طلبا يقترن بالفاء، أو كان جملة اسمية، أو كان جملة فعلية فعلها طلب أهو، أو كان جملة فعلية فعلها جامد، أو كانت جملة فعلية فعلها ماض مسبوق بقد أو منفي بما، أو كانت جملة فعلية فعلها مضارع مسبوق بالسين أو سوف أو منفي بلن، وجمعوها في قولهم اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتسويف، جمعوا سبع مواضع في هذا البيت من الشعر: اسمية طلبية، اسمية طلبية، وبجامد هذه ثلاثة، وبما ولن هذه اثنين هذه خمسة، وبقد هذه ستة، وبالتسويف هذه سبعة. يبقى هذه سبع مواضع يقترن فيها جواب الشرط بالإيه يا أولاد؟ بالفاء: اسمية طلبية، اسمية طلبية، وبجامد، وبما ولن، وبقد، وبالتسويف أو بالتنفيس في روايتين. مرة واحد بيقولك بالتسويف، كتب النحو تقولك بالتسويف، وكتب أخرى تقول بالتنفيس، وكلاهما المعنى واحد، يعني المضارع مسبوق بالسين أو إيه أو سوف. اسمية طلبية وبجامد، ها، اسمية طلبية وبجامد، وبما ولن وبقد وبالتنفيس أو بالتسويف. مضبوط. يبقى إذا العجوز
طب ده اذا اداه شرط وجي بعديها ايه؟ اسم. طب واسم اداه الشرط لابد ان ياتي بعدها فعل، مفيش مشاكل، ما ربنا قال كده. واذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وان احد من المشركين استجارك فاجر. وان احد او ان شرطيه جازمه وجاء بعدها احد اسم، طب نعمل ايه؟ قال لك فعل الشرط محذوف دل عليه المذكور، يعني اذا انشقت السماء انشقت، هذا هو. وان استجارك احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. وهنا اذا غضبت العجوز غضبت فطلق، فعل امر، نعم. ولا ترضاها، ولا ترضاها ولا تملقي، يعني لا ترضيها، هذا هو. وإذا الشاهد، هذا هو محل الشاهد، ولا ترضاها، لأن لا هنا ناهية جازمة، وترضاها ده المفروض مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف الايه؟ حذف العلة اللي هو الألف، ولكنه أثبت الألف على هذه اللغة، أثبت الألف على هذه اللغة. وهيقول لك الشارح في الآخر، وهي أو المحشي سيقول إنها الضرورة، لكن نرد عليه أنها ليست للضرورة هذه اللغات، لأنها ذكرت في القرآن ولا ضرورة في القرآن، ما فيش ضرورة في القرآن أبدا، مضبوط. وهكذا ولا ترضاها، أدي محل الشاهد يا أولادي، ولا ترضاها محل الشاهد أن المضارع هنا مجزوم، ومع ذلك بقيت ألفه التي هي حرف علة مثبتة. لماذا؟ لأن علامة جزمه حذف الضمة، حذف الضمة المقدرة، حذف الايه؟ الضمة المقدرة، هذا هو على هذه اللغة. وأيضا الشاهد الثاني قوله هجوت زبانا ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو. طبعا هو أصلها لم تهجو، لكن أنا أصلها في القراءة إيه؟ لم تهجو، بإثبات الضمة، لم تهجو. ولما جزم حذفت الضمة، ولما جزم حذفت الضمة كالصحيح الآخر، كالصحيح الإيه؟ الآخر على هذه اللغة. فأصلها إيه؟ تهجو بضم الواو، فلما جزم حذفت الضمة على هذه اللغة. لم تهجو ولم تدعي. الشاهد أو البيت، معنى البيت أن الفرزدق من شعراء العصر الأموي رحمة الله عليه هجا هذا العالم الكبير اللغوي أبو عمرو بن العلاء، هجاه ثم جاءه يعتذر له. فمعنى البيت بالمعنى الإجمالي كما نقول في 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 عاميتنا، يعني كأنك لم تفعل شيء، اذهب وكأنك لم تهجو شيئا، لم تهجوني وكأنك لم إيه؟ لم تهجوني، على هذه اللغة بقى بإثبات الواو، كأنك لم إيه؟ لم تهجوني، ما دمت قد جئت معتذرا لي فكأنك لم تهجوني، فكأنك لم إيه؟ لم تهجوني. ولا شكر لك، وبرضه لا أشكرك لأنك هجوتني، يعني أنت هجوك لي، هجوك لي لا عتاب عليه، هجوك لي لا عتاب عليه. طيب ليه لا أعاتبك؟ لأنك اعتذرت.
واعتذارك لي لا شكر له. لماذا؟ لأنك هجوت. مفهوم؟ ها مفهوم يا طلاب العلم؟ هذا هو معنى البيت، هذا هو معنى البيت العام. يعني الفرزدق هجا أبي عمرو بن العلاء ومن من العلماء، ثم جاءه يعتذر له، يعني يقدم الاعتذار، فقال له هذا البيت. قال له إيه؟ هذا البيت. فمعنى البيت أنك هجوتني ثم اعتذرت لي، فلا عتاب عليك لهجوك لي، لا أعاتبك على هجائك. طيب لماذا؟ لأنك اعتذرت. ولا شكر لك على الاعتذار. طيب ليه؟ لأنك هجوت، لأنك إيه؟ هجوت. إذن هذا هو، يبقى يعني كأنك لم تفعل شيء. هذا معنى البيت. مفهوم يا أولاد؟ هجوت زبانا ثم جئت معتذرا. أبو عمرو بن العلاء، اسمه أبو عمرو بن العلاء، ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي. طيب الشاهد الثالث وهو قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. اللبون يا أولاد هي الناقة ذات اللبن، الناقة ذات اللبن، الناقة ذات اللبن بيسموها لبون، وعندكم الكلام ده في الفقه في الزكوات، صحيح؟ طيب وأنتم أعلم بذلك مني. هذا هو. ولبون بني زياد، لبون بني زياد يعني النوق بتاع بني زياد، وبنو زياد هو الربيع، هو الربيع ابن زياد، يعني نوق الربيع ابن زياد أو ابن الزياد. وهجمت عليها خيول واحد اسمه قيس على ما أظن، قيس بن زهير بن جزيمة في العصر الجاهلي العبسي، هجمت على لبون الربيع بنو زياد، من بنو زياد. فقالوا هذا، يعني هل جاءك الخبر بما حدث؟ هل جاءتك الأخبار بما حدث؟ هذا هو معنى البيت. طبعا في كلام كثير بعده، أبيات كثيرة تدل على هذه الحادثة التي يسجلها الشعراء في شعرهم. لذلك قالوا الشعر ديوان العرب، الشعر ديوان العرب. يعني إيه شعر ديوان العرب؟ يعني كلمة الديوان هو المكان الذي تسجل فيه الأشياء أو الأحداث. ولك ديوان المالية، يعني وزارة المالية مثلا قديما. ما معنى هذا؟ يعني المكان الذي يسجل فيه كل شيء، الأحداث والوثائق والمستندات وكذا وكذا، هذا هو الديوان. فالشعر هو ديوان العرب. يعني إذا أردت أن تعرف عادات العرب فاقرأ شعره، فاقرأ شعره. وإذا أردت أن تعرف مثلا أيام العرب وغزواتهم فاقرأ شعره. إذا أردت أن تعرف قبائل العرب وبطونهم وأفخاذهم وغير ذلك فاقرأ دي شعر العرب. لأن شعر العرب سجل كل شيء عن العرب،
سجل لغتهم أو لغاتهم ولهجاتهم، وسجل مشاعرهم، وسجل مناسكهم، وسجل مجتمعاتهم وعاداتهم وعبادتهم، وسجل كل شيء. فصار هو إيه؟ هو ديوان العرب. هذا هو، هذه معنى مقولة إيه؟ الشعر ديوان العرب. هذا هو. قال: ألم يأتيك. يأتيك ده فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الحركة على هذه اللغة، وأصلها ألم يأتيك، وأصلها إيه يا إسماعيل؟ ألم يأتيك، والأنباء تنمي. هذا هو. جملة والأنباء تنمي جملة اسمية في محل نصب حال. بما لاقت، الباء هنا زائدة، وما فاعل يأتيك. ولاقت لبون بني زياد، لاقت فعل والتاء تاء التأنيث وفاعل ومضاف إليه ومضاف إليه، وكلها لا محل لها من إعراب صلة الإيه؟ صلة الموصول. والإعراب موجود عندك في الحاشية في أسفل الصحائف. هذا هو. قال: وعلى اللغة المشهورة. تفضل. إعراب ألم، قال الإعراب ألم، الهمزة هنا للاستفهام، الاستفهام التقريري. عندنا استفهام إيه؟ إنكاري، واستفهام كذا، يعني أنواع الاستفهام كثيرة. كما قلنا أمس، كنا بنقول أفي الله شك، قلنا الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري. صحيح؟ صحيح. وهنا ألم يأتيك، هنا الهمزة للاستفهام التقريري، يعني حقا جاءت الأنباء، هكذا معناها. هكذا. ولم ومجزوم بلم، ده الهمزة، هذه همزة استفهام. هذه صاحب الأجرومية لما قال: والمضاء والجوازم ستة، لم وألم ولما وألم. صحيح. هذا من باب التفصيل، لكن حقيقة الأمر أن الجوازم أربعة وليست ستة، ولكنه أدخل ألم وألم من أجل أن يؤيد، أن يبين لك أن الهمزة إذا دخلت على لم صارت جازمة كما هي، لكن الجوازم أربعة: لم ولما ولام الأمر ولن هي. وذلك قال لك إيه؟ ولام الأمر في الدعاء، يبقى برضو بتخرج عن الأمر الحقيقي إلى أمر آخر مجازي هو الدعاء، زي ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فنحن لا نأمر ربنا ولكنه أمر للدعاء. هذا هو. والنهي في الأمر والدعاء، قال ذلك صاحب الأجرومية الإمام الصنهاجي رحمة الله عليه. مضبوط. بارك الله فيك يا إسماعيل، زادك الله. تفضل يا فتح الله. ألم كلمتان يا أولادي، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ألم كلمتان، الهمزة كلمة ولم كلمة. هذا هو. بارك الله فيك يا فتح الله. تفضل يا تقرير. البيت الأول: ولا ترضى، الأصل هو ولا تترضى. نعم. ولا ترضاها كما قال القرآن: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل أصلها تتنزل، فحذفت إحدى التائين استخفافا على حد قول سيدنا أبي علي الفارسي قال: وحذفت إحدى التائين استخفافا. هذا هو. مضبوط يا أولاد. ولا ترضاها أصلها ولا تترضاها، وحذفت إحدى التائين تخفيفا أو استخفافا على حد قول سيدنا. طيب، هل هناك سؤال آخر؟
هل هناك سؤال آخر يا طلاب العلم؟ قال: وعلى اللغة المشهورة يحمل أمثال ذلك على الضرورة، ونقول لا، ليست بالضرورة، وإنما هي لغة أصلية عند العرب، ولها نظائرها في بقية اللغات التي هي من اللغات السامية، وهذا بحث في اللغة، في اللغة عموما، هذا هو. ودليل ذلك أنها مذكورة في القرآن، ونزل بها القرآن بهذه اللغة، وهي ليست لغة شاذة، ها، وإنما هي لغة إيه؟ صحيحة. ولذلك في رواية سيدنا الإمام حفص عن سيدنا الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي قال: لا تخاف دركا ولا إيه؟ ولا تخشى، بإثبات الألف، ولا ضرورة في القرآن كما ذكرت قبل ذلك بقليل. هذا هو. طيب، المسألة الثالثة، المسألة إيه؟ الثالثة. نعم. وأنا أرجع في جواب الأمر صح؟ ماذا؟ في القرآن. أنا يعني قرأت آية فهب لي قلادهم غواريا. نعم. يعني في جواب الأمر صح؟ يعني في جواب الطلب. نعم. لكن يعني سني هذا هنا مرفوعة. ما السؤال إذن؟ نعم، يعني أكيد يعني لا لا، هذا ليس على هذا، تخريج هذه الآية ليس على هذه اللغة، تخريج هذه الآية يا أنت ليس على هذه اللغة أو ليس على تلك اللغة. لماذا؟ فهب لي، هو فهمتم السؤال يا أولادي؟ فهمتم السؤال؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهب لي، هب هنا أمر يعني طلب، يا ولد يا إسماعيل فهب لي من لدنك وليا. فالمفروض كما هو ظاهر الكلام قال يرثني ويرث من آل يعقوب، زي ما ربنا قال إيه؟ قل تعالوا أتلوا، نكروا لها عرشها ننظر، صحيح؟ هذا هو. لكن هذا الحكم أو هذه القاعدة هو جزم المضارع في جواب الطلب، شرطه أن يكون الطلب هذا نتيجة، أن يكون المضارع المجزوم نتيجة للطلب السابق عليه، شرطه ذلك. يعني تعالوا أتلوا، كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسكت اللواء، مطلع المعلقة بتاعت امرئ القيس، كيف نبكي، تعالوا أتلوا، نكروا لها عشان ننظر. تمام، واضمم يدك إلى جناحك تخرج، يبقى تخرج نتيجة للإيه؟ للضم. لكن هنا يرثني ليس نتيجة للوهب، ليس نتيجة للوهب، لأن الإرث يقع سواء وهب له، وهب له ولد أم لم يوهب، صحيح؟ يعني رجل مثلا يعني أقرب الفهم، رجل تزوج ولم ينجب ثم مات، ألا يورث؟ يورث، يورث من لزوجته أو لأمه أو لأبيه أو لأخيه، فإذا ما أنجب أورث أيضا، جيد؟ هكذا. طيب، المسألة الثالثة وهي قوله أو تبدأ بقوله: فإن كان حرف العلة غير أصلي. كما قلنا في الأول خالص، قال إيه في الأول أولاد؟ ها، قال إيه؟ قال: الفعل المضارع المعتل الآخر إيه؟ أصالة،
وأصالة زي يخشى ويسعى ويرمي ويغزو ويسمو ويعلو وما أشبه. لكن هنا إذا كان حرف العلة إيه؟ ليس أصليا. طيب إيه الحكم بقى؟ نشوف ننظر إلى هذه المسألة. قال: فإن كان حرف العلة غير أصلي بأن كان بدلا من همزة، بأن كان بدلا من همزة كيقرأ ويقري ويوضو، يبقى هنا ده فعل مضارع آخر ألف، يقرأ ويقري وإيه؟ قال لك ويوضو. الأفعال هذه هي أفعال مهموزة، مهموزة في لامها، يعني لامها همزة، لامها إيه؟ همزة. فيقرأ ماضيها قرأ، قرأ يقرأ، والفعل الثاني ماضيه أقرأ ومضارعه يقرئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابة القرآن، كان يقرئهم القرآن كما أقرأه جبريل عليه السلام. فالمضارع الثاني أصلها يقرئ. طب والمضارع الثالث يوضو أصلها إيه؟ وضؤ، ماضيها وضؤ، وضؤ ثم يوضأ، يوضأ. طيب وبعدين قال لك يوضو. طيب إيه اللي حصل؟ قال لك قلبت هذه الهمزات حروف علة، يعني أبدلت الألف من الهمزة في الفعل الأول، وأبدلت الياء من الهمزة في الفعل الثاني، وأبدلت الواو من الهمزة في الفعل الثالث. يبقى صارت هذه الأفعال معتلة، ولكن اعتلالها ليس أصلية، وإنما هو منقلب عن الهمزة. وهذه لغة عندهم، لغة التسهيل، تسهيل الهمزة وقلبها إيه؟ إلى حروف مد ولين. طيب قال لك ثم دخل الجازم، ثم دخل الجازم، يعني معنى كده أن القلب حدث قبل الجزم أو ولا بعده؟ قبل الجزم. يبقى القلب، قلب الهمزة إلى حرف، إلى حروف مد ولين حدث قبل الجزم، أي قبل وقوع الجزم. فلو حدث ذلك كان القلب من الشاذ. خلي بالك من مسألة، افهم المسألة على أصلها. لماذا؟ لأنك قلبت الهمزة المضمومة إلى حرف مد ولين، وقلب الهمزة المتحركة إلى حرف مد ولين من جنس ما قبلها، هذا فيه شذوذ وليس على القياس، وليس على الإيه؟ على القياس. اسم افهم المسألة. إذا قلبت الهمزة المتحركة إلى حرف مد ولين من جنس الحركة التي قبلها، فهذا من الشذوذ وليس من القياس. ومن ثم ما قاله شاذ وليس مقيسا. إيه؟ قال ثم دخل الجازم، يعني حدث الإبدال أولا ثم أسقط الجزم ثانيا على حروف العلة. يبقى حدث القلب أو الإبدال، ما قلب أو إبدال، نقول يعني إيه قلب أو إبدال؟
نقول قلبت الهمزة إلى حرف مد ولين أو أبدلت الواو من الهمزة، كلاهما صحيح، إما أن تبدأ بهذا أو بذاك. تقول قلبت الهمزة حرف مد ولين، أو تقول أبدلت حروف المد واللين الهمزة، كلاهما واحد. إذا حدث القلب أولا ثم دخل الجازم ثانيا، وهذا فيه شاذ، فيه شواذ أو فيه شاذ أو هذا شاذ وليس مقيسا. طيب ليه؟ لأن الهمزة بالحركة تكون أثقل وأمكن، لأن الهمزة بالحركة تكون أمكن، فيصعب قلبها إلى حرف مد ولين. هذا هو وجه الشذوذ. لكن إذا أدخلت الجازم أولا فحذفت الحركة فسكنت الهمزة فقلبت إلى حرف مد ولين، فهذا قلب مقيس، فهذا فيه قياس. ليه؟ لأن قلب الهمزة الساكنة إلى حرف مد ولين سهل، وهو موافق للقواعد القياسية، موافق للإيه؟ للقواعد القياسية. مضبوط مفهوم المسألة؟ قال: فإذا كان حرف العلة غير أصلي بأن كان بدلا من همزة كيقرأ ويقري ويوضو، حدث القلبه أولا ثم دخل الجازم ثانيا، وهذا الذي قاله أن فيه شذوذ ليس على القياس. ووجه شذوذه أن الهمزة إذا تحركت تقوى بالحركة، فإذا ما قويت بالحركة صار قلبها شاذ، فقلبها ثقيل، ومن ثم فهو شاذ. لكن إذا دخل الجازم أولا فحذفت الحركة للجازم فصارت الهمزة إيه؟ ساكنة، فقلبها إلى حرف مد ولين هذا مقيس، لأن قلبها حينئذ يسهل ذلك. مفهوم؟ مفهوم يا طلاب العلم؟ مفهوم المسألة؟ طيب الحكم بقى هنا إيه؟ قال لك إذا قلبت ثم جزمت جاز حذف حرف العلة وتركه. إذا قلبت أولا ثم جزمت فحينئذ لك في الفعل وجهان، أو لك في المسألة وجهان، إما أن تحذف حرف العلة وإما أن تبقيه. فمن ذهب إلى الحذف نظر إلى الواقع، نظر إلى حرف المد واللين على أنه واقع موجود، ومن ذهب إلى عدم حذفه نظر إلى الأصل، نظر إلى الإيه؟ إلى الأصل. هذا هو. يبقى لك في ذلك، في هذه المسألة على هذا الوجه الذي ذكره المصنف، لك وجهان: إما أن تحذف حرف العلة وإما أن تبقيه. فإذا حذفت فأنت نظرت إليه كحقيقة مادية واقعة أمامك، وإذا حذفته وإذا لا أبقيته نظرت إلى أصله الذي هو الإيه؟ الهمزة. إذن الحذف باعتبار الواقع، وعدم الحذف باعتبار الأصل. الأصل الحذف باعتبار الإيه؟ الواقع، وعدم الحذف باعتبار الأصل. هكذا هو. قال: ثم دخل الجازم جاز حذف حرف العلة وتركه
بناء أو بناء على الاعتداد بالإبدال أو عدم الاعتداد بالإبدال. هذا هو مفهوم المسألة. فهمت المسألة يا طلاب العلم؟ من له سؤال؟ نعم تفضل. الشارع هنا خشى على طريق الشارع. نعم اعتمد. يقول تقي الدين يسأل سؤال يعني تقريري، هل يعني معنى ذلك أن الشارع اعتمد على الوجه الشاذ؟ نعم الإجابة نعم. التحقيق عكسه. التحقيق خلافه يعني على طريق القياس. هو أفضل منه؟ لا انتظر. في التحقيق يعني أما في التحقيق يعني هو أتى بطريق القياس. قياسية. في التحقيق؟ في يعني إيه التحقيق؟ في الحاشية. في الحاشية؟ ماذا قال في الحاشية؟ ماذا قال في الحاشية؟ وكل همزة ساكنة وقبلها مفتوح يجوز قلبها ألفا ساكنة. ده القياس. أحسنت. القياس. أما غير القياس أن تكون متحركة ويقلب. والشارع اعتمد على غير القياس. جيد؟ فهمت يا تقي الدين؟ سؤالك تفضل. بين قياس وساذج هذا أيهما أفضل؟ يعني لم أقرأ في هذا أو لم يعني لم أفكر في هذا يعني القياس أو غير القياس يعني أظن القياس. نعم أظن القياس لكن أنا لم أفكر في هذه المسألة أيهما يعني أفضل. هذا هو. تمام تفضل. نعم الاعتداد اعتد بذلك يعني اعتبره أساسا لأخذ قرار أو لأخذ كذا أو كذا. اعتد بقولك يعني أخذه حجة له ودليلا له. هذا هو الاعتداد اعتبار ذلك. نعم هذا هو. نعم هل هناك سؤال آخر يا طلاب العلم؟ سؤال آخر في هذه المسائل الثلاثة. هذا الأمر فيه ثلاث مسائل. مسألة أصلية هي أم الباب، ثم مسألة اللغة هي يأتيك ولا تخاف ضرقا ولا تخشى، والمسألة الثالثة بتاعت إيه الحروف العلة التي هي غير أصلية. هذه مسائل ثلاثة. قال الأفعال الخمسة. قال الأفعال الخمسة وتقدم أنها كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة نحو لم يفعل ولم تفعل ولم يفعل. نعم ولم تفعل ولم تفعلي فهذه مجزومة بلم. فإن سأل سائل لما قال ألف اثنين ولم يقل ألف الاثنين بالألف واللام، وقال واو جمع ولم يقل واو الجماعة، وقال ياء مخاطبة على الإضافة والتنكير ولم يقل ياء المخاطبة بالألف واللام، لأن حذف الألف واللام من الاثنين ومن الجماعة ومن المخاطبة حتى لا يلتبس ذلك حتى لا يلتبس ذلك عند طلاب العلم بالتحديدية كما قال شيخنا. يعني إيه بالتحديدية؟ يعني هي أي ألف اثنين وأي واو جمع، لأنه لو قال ألف الاثنين لالتبست بالأسماء الخمسة وكأنها أفعال خمسة معينة بألف اثنين معينة أو كذا أو كذا، فنكر لعموم ذلك وحتى لا يلتبس الأمر بالمحدودية أو بالتحديدية
كما قال شيخنا في هذا اللفظ أو بهذا اللفظ. ولذلك قالوا إيه عليها؟ قال لك أمثلة خمسة، ما قالش أفعال إيه خمسة. في بعض كتب النحو يكون عليها إيه أمثلة مش أفعال، والأصح أمثلة. فإذا ما قال أفعال ها يعني أزال تلك الشبهة بهذه الإضافة التنكيرية، ألف اثنين وواو جمع وياء مخاطبة. مضبوط؟ طيب، فهذه مجزومة بلم، وعلامة جزمها حذف النون، هذا هو المشهور. وعلى القول بأن إعرابها بحركات مقدرة على لاماتها، فالجازم حذف الحركة المقدرة واكتفى بها، وحذفت النون عند الجازم لا به. وهذا رأي مرجوح ذكره بعض المحشين، ولا يعني ولا ينبغي أن يذكر في شروح أو متون. هذا الرأي رأي ضعيف جدا، ولذلك لا ينبغي من سيدنا أن يذكره في الشروح فضلا عن أن يذكره في المتون. مضبوط؟ لأنه رأي ضعيف فذكر في الحواشي وليس في الشروح. وطبعا هناك فرق، أو الكلام الذي يذكر في المتن غير الكلام الذي يذكر في الشرح غير الكلام الذي يذكر في الايه في الحواشي. فهذه الحواشي تأتي بفروع الفروع، الحواشي تأتي يأتي فيها بفروع الفروع، وذكر العلل الثواني والثوالث، لأن عندنا في النحو في علل ثواني أو علل أوائل وعلل ثواني وعلل ثوالث. والعلل الثوالث تختص بالحواشي، والثواني تختص بالشروح، والأوائل تختص بالمتون. يبقى كل حاجة ليها حاجة. المتن له ضوابط، المتون لها ضوابط يا أولاد، والشروح لها ضوابط أخرى، والحواشي لها ضوابط ثالثة. يعني إيه الفرق بين الشرح والحاشية والمتن؟ هذا هو الذي أقوله، مفهوم؟ يبقى العلل الأوائل وضبط التعريفات بالحدود أو المصطلحات بالتعريفات المانعة الجامعة، هذا من شأن المتون. ثم بعد ذلك يأتي في الشروح العلل الثواني، ونجد ذلك الثوالث هذه في الحواشي وغير ذلك. هذا هو. طيب، نيابة حذف النون عن النصب. وحذف النون يكون علامة لنصب الأفعال الخمسة أيضا، نحو لن تفعل ولن يفعل ولن تفعل ولن يفعل ولن تفعل. فهذه منصوبة وعلامة نصبها كلها حذف النون نيابة عن الفتحة على المشهور. وقيل منصوبة بحركة مقدرة على لاماتها، وحذفت النون للفرق بين صورتي المرفوع والإيه والمنصوب. هذا هو يعني خلاصة القول، أن الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم وإيه بحذف النون. هذا هو. طيب، هل هناك سؤال؟ نعم. أنا لم أتبين يعني سؤالك. إيه؟ نعم. رقم لا، هذه اثنان. نعم، ليس خطأ. نعم. سؤال آخر قبل أن ننتقل إلى فصل جديد. في فعل يوجد أصلها
وضوء وضوء أصوات في الماضي في الماضي وضوء هذا هو جيد الهمزة قلبت واوا نعم قلبت الهمزة إيه واوا قلبت الهمزة واوا نعم لا ليس هكذا لأني في وضوء وضوء في يوضوء إن الهمزة هنا حركة الهمزة نقلت إلى حركة الضاد نقلت إلى حركة الضاد ثم قلبت الهمزة إلى حرف مد وليل من جنس حركة الايه العين اللي هي الضاد هذا هو جيد بارك الله فيك ها سؤال آخر طيب باب علامات الأفعال وأحكامها على التفصيل هذا فصل جديد يلملم فيه ما قد سبق ذكره في بعض المواضع قال علامة الماضي وحكمه ذكرنا هذا قبل ذلك ولكنه يعيده على سبيل الإجمال قال علامة الفعل الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة نحو قامت يبقى هنا علامة الماضي هو قبوله لتاء التأنيث الساكنة وتدل على تأنيث فاعل ذلك الفعل إذا لحقته يعني إذا وجدت التاء تاء التأنيث في الماضي دل ذلك على أن فاعله مؤنث أن الفاعل إيه مؤنث وتدل على تأنيث فاعل ذلك الفعل إذا لحقته لأن الاسم المذكر قد يستعمل في المؤنث وعكسه الفعل المذكر قد يستعمل في المؤنث وهذا ما نسميه المؤنث الايه او التأنيث المجازي التأنيث الايه المجازي فزيد مثلا اصله اسم رجل وقد يستعمل اسما لامرأة مثلا وهذا هذه صورة ثانية عن الصورة الأولى هو التأنيث المجازي وما إلى ذلك وله أحكامه لكن الصورة الثانية أن كلمة زيد إذا سميت به امرأة لابد أن تلحق الفعل تاء تأنيث وإن كان زيد هذا أصله اسما لرجل هكذا وقد يستعمل اسما لامرأة وهند أو هند على المنع من الصرف بضمة واحدة أصله اسم امرأة هند بنت عتبة مثلا وقد يستعمل اسما لرجل فيحتاج فعل المؤنث إلى تمييز بالتاء إلى التمييز بالتاء وهذا عندنا كثير في العربية يعني مثلا كلمة رضا هذا اسم لرجل وامرأة من الرجال من يسمى رضا ومن النساء من تسمى رضا فكيف نفرق نقول جاء رضا هذا الرجل وجاءت رضا يعني امرأة هذا هو وكذلك كلمة نهاد نهاد نون هاء ألف دال والنهاد معناه الجميل أو الجميلة فيسمى برجل وامرأة فنقول جاء نهاد وجاءت نهاد وكذلك إحسان إحسان أيضا اسم لرجل واسم لامرأة إحسان فنقول جاء إحسان إحسان وجاءت إحسان من نوع من الصرف الأولى مصروف والثانية ممنوع من الصرف
هذا هو. طيب، وحكمه أن يفتح آخره للتخفيف، يفتح آخر الماضي تخفيفا، سواء كان ثلاثيا نحو كذا وكذا وكذا. يفتح، قال لك يفتح، ما قالش ينصب. ليه؟ لأنه مبني، وكلمة النصب دي خاصة بالإيه؟ بالمعربات. ولذلك قال لك وحكمه أن يفتح، ما قالش حكمه أن ينصب. لو قال ينصب يبقى هنا جعله معربا، هذا أمر. طب والثاني، حكمه أن يفتح تخفيفا، يعني معنى تخفيفا دي علة الفتح. كلمة تخفيفا دلت على أن الفتح علة، جاء على غير الأصل، ولكونه جاء على غير الأصل فعلل ذلك، لكن لو جاء على الأصل ما كان له تعليل، ما كان له إيه؟ تعليل. طب إيه أصل الكلام بقى؟ مفهوم هذه الجزئية، قوله تخفيفا دليل على أن الفتح هذا ليس أصلا، لأنه لو كان أصله، لو كان الفتح أصله، أصل الماضي، ما كتب علة وما ذكر علة، لأن ما جاء على أصله لا يعل، لأن الشيء الذي يأتي على أصله لا يعل، وما دام على غير أصله فلا بد أن يعل. طب وما أصل الماضي؟ قال لك أصله مبني، الماضي مبني لأنه فعل، وأصل البناء كما قال تقي الدين السكون. يبقى أصله أن يكون مبنيا على السكون، أن يكون إيه؟ مبنيا على السكون، أدي أصل الفعل الماضي، لأن الأفعال الأصل فيها البناء، وأصل البناء السكون، فالمفروض أن يكون الماضي على أصله أي مبنيا على السكون. طيب إيه اللي خلاه يبنى على حركة؟ خلي بالك، ما الذي جعله مبنيا على حركة؟ أي حركة بقى، فتح، كسر، ضم، أي حركة. قال لك الذي جعله مبنيا على حركة مشابهته الاسم. طب وهل مشابهته الأسماء يجعله مبنيا على حركة؟ قال لك نعم. ليه؟ لأن الأسماء الأصل فيها الإعراب، ومعنى الإعراب يعني حركات، فكما أن الأصل في الأسماء أن تحرك آخرها، فكذلك الماضي صار محركا آخره، فكذلك الماضي إيه؟ محركا آخره، صار محركا آخره، صار محركا آخره. طيب ليه؟ بكرر تاني أهو، لماذا؟ لأنه أشبه الأسماء، فلما أشبه ما تتحرك أو ما الحركة فيه أصل صار مثلها، صار مثلها. طيب، وذكرنا لماذا أشبه الأسماء الماضي في أول الكتاب، هنا في هذا الكتاب، لأنه قلنا لأنه وقع، لأنه يقع صفة ويقع حالا ويقع خبرا وإلى آخره، والأصل في الأسماء أن تكون هذا، أن تقع صفة وتقع حالة وتقع خبر وغير ذلك. فلما أشبهها في هذه الأشياء تمثل بصفاتها، وصفات الأسماء أن تكون متحركة فتحرك الماضي. ثم نسأل سؤالا آخر، وما الحركة التي تحرك بها؟ قالوا تحرك بالفتحة. طيب لماذا اختاروا الفتحة؟ قال لك هو تخفيفا، لأن الحركة أخف الحركات. طب ولماذا اختاروا أخف الحركات؟ قال لك لأن الفعل ثقيل،
وثقله آت من كذا وكذا وكذا قلناه قبل ذلك. فلما كان ثقيلا بدلالاته المختلفة التي هي الحدث والزمن والإسناد، فأختاروا له أخف الحركات من باب العدل، من باب الإيه؟ العدل. وهكذا يا طلاب العلم، مفهوم يا أولاد؟ نكرر ها؟ نكرر يا أولاد؟ نعم نعم. لماذا فتح وليس الضم؟ مع أن الضم أيضا خطير. لا، ده الضم يقول تقي يسأل ويقول لماذا كانت الضم، كانت الفتحة ولم تكن الضم، مع أن الضم خفيف، هل هذا يقال؟ الضم أثقل الحركات، الضمة خذها قاعدة، الفتحة أخف الحركات، ثم الكسرة ثم الضمة، والضمة أثقلها، الضمة أثقلها، ثقيلة وعزيزة وعالية، ولذلك جعلوها للمرفوعات التي هي العمد. مفهوم يا تقي؟ هذا هو. طيب، قال وحكمه أن يفتح آخره للتخفيف. يبقى عرفنا للتخفيف دي جات ليه؟ ها؟ طيب، وحكمه أن يفتح آخره للتخفيف سواء أكان ثلاثيا نحو ضرب وهرب، أم رباعيا وهرب، فيها لغة أخرى فصيحة بضم الراء هرب، فيها لغة أخرى وذكرها اللسان، أم رباعيا نحو دحرج، دحرج الكرة يعني جعلها تتحرك سريعة في مكان منحدر، ونرجس، ونرجس الدواء كما قلت قبل ذلك، يعني جعل فيه النرجس، جعل فيه النرجس، أم خماسيا نحو انطلق واصطلح، وأصل اصطلح اصطلح بالتاء، تاء الافتعال، ولكن حدث تأثير صوتي، وهذا سنأخذها إن شاء الله في الإيه؟ في الصرف بإذن الله. نحو انطلق واصطلح، أم سداسيا نحو استخرج واستعظم، وقد تكون الفتحة ظاهرة كما تقدم في الأمثلة، وقد تكون مقدرة للتعذر، وذلك إذا كان آخره ألفا، وذلك نحو دعا، وأصلها دعوى، وغزا، وأصلها غزوى، وقضى، أصلها قضيا، وارتضى، واهتدى، واستهدى، واسترضى، هذا هو. فكل هذا مبني على حتى الشجار في الحيوانات سبحان الله، هذه عادة الدنيا صحيح، لكن في الآخرة إيه يا أولاد؟ ها؟ ونزعنا ما في قلوبهم من غل، ها؟ النتيجة إخوانا، النتيجة إخوانا، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. طب النزع ايه نتيجته؟ انصاروا اخوانا، انصاروا ايه؟ هذا هو القرآن في كل حاجة، هذا المشهد ذكرنا بالآية أليس كذلك؟
بلى. نعم، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. آمين يا رب. مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نعم، ويكون آخر الماضي مفتوحا، ويكون آخر الماضي مفتوحا إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك. إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك يعني يقصد بذلك تاء الفاعل وناء الدال على الفاعلين ونون النسوة. بس لهم تاء الفاعل لها صور كثيرة سيذكرها الآن، تأتي على صور وهيئات كثيرة بدلالات معينة سيذكرها الآن. قال: إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو الجماعة، أو واو جماعة الذكور اللي هي واو الجماعة المعروفة، فإن اتصل، ها هو يذكر الآن، فإن اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يسكن أو يسكن، يصير ساكنا، كما نقول مثلا تبت إلى الله، تبت إلى الله، أو مثلا رجعت إلى الله وأنبت إلى الله، فالباء صارت ساكنة، أصلها أناب، الباء مفتوح، فإذا ما أسند الفعل إلى تاء الفاعل اللي هو ضمير رفع المتحرك فصارت الباء ساكنة. أنبت، أنبت إلى الله ورجعت إلى الله، هذا هو. طيب، فإن اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يسكن. لماذا يسكن؟ قال لك كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وشرحنا هذه العبارة قبل ذلك كثيرا ونقولها مرة ثانية، ولا خلاص كده فاهمينها الحمد لله. نعم، ولا فرق في الضمير المتحرك اللي هو تاء الفاعل بين أن يكون للمتكلم وحده اللي هو تو أو تا أو تي، هذا هو. طيب، بضم التاء أن يكون المتكلم وحده أو المعظم نفسه أو المخاطب أو المخاطبة أو تو أو تا أو تي، مضبوط. ثم قال: ومثنيهما، المثنى بتاعهم زي ضربتما، سواء لذكرين أم لأنثيين، ضربتما هذا، وكذلك أقول ضربتم لمجموعيهما أو ضربتن، كل هذا ضمير رفع متحرك. يعني لما أقول ضربتم ده فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره دفع كراهية توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. طب والميم دي إيه؟ قال لك الميم دي علامة الجمع، حرف يدل على الجمع، لا محل لا إعراب. طب وضربتن تاء الفاعل برضه. طب وإيه النون دي؟ قال لك دي نون تدل على الإناث، جماعة الإناث، وليس ضميرا وإنما هو حرف يدل على جماعة الإناث، لا محل له من الإعراب. يبقى احنا عندنا حرف وعندنا ضمير، يبقى ضربتن النون هنا حرف يدل على جماعة الإناث، وهو المخالف يرضعنا، النون في يرضعنا، لأن النون هنا اسم مش حرف، النون في يرضعنا اسم وليس حرف لأنه ضمير فاعل في محل رفع فاعل،
بينما ضربتن النون هنا حرف، مفهوم يا أولاد؟ هذا هو. طيب، نحو ضربت بضم التاء وذلك ضمير متكلم وحده، وضربنا بسكون الباء الموحدة وهذا ضمير المعظم نفسه أو معه غيره، وضربت بفتح التاء وهو ضمير المخاطب، وضربت بكسر التاء وهو ضمير المخاطبة، وضربتما للمثنى المخاطب أو لمثنى المخاطب مذكرا كان أو مؤنثا، وضربتم لجمع المخاطبين، وضربتن لجمع المخاطبات، وضربنا لجمع الغائبات. يبقى هنا ضربنا النون هنا فاعل اسم، بينما ضربتن النون هنا حرف. افهم هذا جيدا واحفظه، ضربتن النون هنا حرف، وضربنا النون هنا فاعل اسم. مضبوط؟ مضبوط. وإن اتصل به واو جماعة الذكور فإنه يضم لمناسبة الواو، وذلك نحو ضربوا، فإعراب ضربوا كما قلنا قبل ذلك فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة وجود واو الجماعة. واو الجماعة فاعل. تفضل يا طالب. توقفت من الضمة أفكم الحركات، لكن أليس من سبب عدم قبول الفعل الكسرة لأن الكسرة ثقيلة، أما قبوله الضمة لأنها خفيفة، أليس كذلك؟ لا، ليس. نعم. كيف يعني الفعل يقبل الضم في فعل مضارع؟ نعم، لأن الرفع هذا يدل على أصل الحركة أو أصل الإعراب. السؤال أقوله حتى الفائدة تعم، أو حتى تعم الفائدة. هو يقول تقي الدين، يسأل، يقول سائلا: كيف تكون الضم أثقل الحركات وتعطى لرفع المضارع الذي هو ثقيل كفعل المضارع فهو ثقيل؟ نعم، أولا لابد أن تلاحظ شيئا، أن المضارع بثقله يرفع يكون مرفوعا ومنصوبا، والاسم بخفته يرفع كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل وغير ذلك. الملاحظ هنا في هذا الكلام هو يتعجب كيف الفعل يكون ثقيلا ويعطى الرفع أو الضمة، والضمة ثقيلة أيضا، فهو يتعجب لذلك. الإجابة عن هذا، وقد ذكرنا الملاحظة التي قلناها، وهو أن الفعل يرفع والاسم يرفع، أن الرفع، الإجابة عن هذا السؤال أن الرفع يا طلاب العلم هو أصل الإعراب، هو أصل الإعراب وليس النصب. يعني إذا قلنا إن الاسم الأصل فيه الإعراب، طب وما أصل الإعراب؟ الرفع. وما دام الرفع أصل الإعراب فلا بد أن يعطى لكل ما هو يعرب سواء كان خفيفا أو ثقيلا، وهذا ما حدث في المضارع. ما دام هو معرب فلا بد أن يعطى أصل الإعراب له وهو الرفع. طيب، قالوا، وهذا في الحواشي، قالوا: ودليل أن الرفع هو أصل الإعراب أنه يعطى للعمد، أنه يعطى للإيه؟ ولأن النصب والجر فروع الإعراب فيعطى للفضلات. هذا هو. فهمت؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك. نعم،
علامة المضارع، علامة المضارع وحكمه. قال رحمة الله عليه: وعلامة الفعل المضارع أن يقبل لم، نحو لم يضرب ولم يسمع، وهذه علامة من علامات المضارع ذكرناها قبل ذلك. وحكمه أن يكون معربا رفعا ونصبا وجزما ما لم يتصل به نون النسوة أو تباشره نون التوكيد. وذكرنا هذا قبل ذلك، المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون تشبها له بالأمر بالماضي، تشبها بالماضي، فإن الماضي إذا اتصل به نون النسوة يبنى أو يكون ساكنا الآخر، هذا هو. طيب، وفي المضارع وفي المعنون التوكيد قال أو لم يقل اتصلت به نون التوكيد، وإنما قال باشرته، لأن هذا شرط البناء. هذا إيه يا أولاد؟ شرط البناء. فشرط البناء المضارع مع نون التوكيد أن تكون نون التوكيد مباشرة له، يعني ملاصقة له. طيب لماذا؟ ليه؟ قال لك لأنه معها، لأن المضارع مع نون التوكيد يقترب كثيرا من الفعلية ويبتعد عن الإسمية، يقترب كثيرا من الفعلية، لأنه اتصل بشيء لا يتصل إلا بالأفعال، فلما قويت فيه الفعلية بعد عن الاسم، ولما بعد عن الاسم رجع إلى أصله، وما أصل الأفعال؟ البناء، فبني من أجل ذلك، فبني من أجل ذلك. لكن لما لم يتصل بها بذلك خلاص صار كالأسماء، والأسماء الأصل فيها الإعراف فيعرب، هذا هو مفهوم. طيب، ثم قالوا إذا اتصل بنون التوكيد فإنه يركب معها تركب 15، تركب إيه؟ 15. و15 أو هذه الأفعال، هذه الأعداد المركبة تبنى على فتح الجزئين، فكما أن 15 و13 و11 و14 وغير ذلك، الأفعال الأعداد المركبة تكون مبنية على فتح الجزئين، فكذلك المضارع إذا باشرته نون التوكيد يبنى معها على الفتح تشبها بإيه؟ 15. فإذا فصل بينه وبينها بفاصل لم يكن مبنيا، لأن التركب سقط منه، لأنه فصل بينه وبينها، بين المضارع وبين نون التوكيد بألف الاثنين مثلا، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، وذلك في قوله تعالى لتبلون، هنا الفعل أسند إلى واو الجماعة ثم أكد فصار معربا. وكذلك ولا تتبعان سبيلا، فالمضارع هنا أسند إلى ألف الاثنين ثم أكد فصارت مفصولة عنه بألف الاثنين. ونحو قوله فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، ترين مسند الفعل إلى ياء المخاطبة ثم أكد بالنون ففصل بينه وبينها بياء المخاطبة فصار معربا، وهكذا دواليك.
وهم أي العرب في لسانهم في لسان العرب لا يركبون ثلاثة أشياء، وإنما التركب يكون من شيئين اثنين. فلما كان المضارع مع الضمير مع نون التوكيد فلا يركب هذه الثلاثة، أو فلا تركب هذه الثلاثة. مفهوم يا طلاب العلم؟ هذا هو. قال: فإن اتصل به نون النسوة فإنه يبنى على السكون نحو يضربن، وبني المضارع حينئذ على السكون حملا على الماضي في نحو ضربنا، لأن المضارع فرع الماضي. وإن باشرته نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الثقيلة والخفيفة، وذلك نحو قول الحق تبارك وتعالى: لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. وانظر إلى الخفيفة التي في قوله سبحانه وتعالى: ولا يكون. هنا النون رسمت ألف، رسمت ألفا. لماذا؟ حتى يعني تنبيها على الوقف، إذا وقفت عليها تقف بالألف. ولا يكون، إذا وقفت على نون التوكيد الخفيفة لابد أن تقلبها ألفا، زي لنسفعا بالناصية، إذا وقفت عليها فقول فتقول لنسفع. هذا هو مضبوط يا أولاد؟ مضبوط. ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وإياك أن تقول النون هنا ولا يكون من الصاغرين، يعني فيها تنوين، ها؟ لأن المضارع لا إيه؟ المضارع لا ينون، المضارع لا ينون، ده التنوين ده من علامات الأسماء كما تعلمون جيدا. فإن لم تباشره نون التوكيد بأن فصل بينه وبينها واو جمع الذكور أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة كان معربا على الأصح، على الأصح يعني في كلام، في رأي آخر، دليل على أن المسألة فيها رأي آخر، ولكن الرأي الآخر ده مرجوح ضعيف، والصحيح أن تكون معربة نحو لتبلون، وقد سبق لي أن شرحته بالتفصيل، ولا تتبعان سبيلا، وإما ترين، أصلا ترأيين باتنين ياء وبتلات نونات، باتنين ياء وتلات نونات. الياء الأولى تحركت والفتحة ما قبلها فقلبت ألف. الياء الأولى اللي هي لام الكلمة، لام الفعل، والياء الثانية ياء المخاطبة، والنون الأولى علامة الإيه؟ الرفع، رفع الفعل، والنون الثانية أو النونان الثانية والثالثة نون التوكيد الثقيلة. يبقى عندنا تاء وراء وهمزة وياء وياء ونون ونون مشددة، هذا أصل الفعل. الياء الأولى تحركت والفتحة ما قبلها فقلبت ألف، ثم انطقت الألف بالياء فحذفت الألف، مضبوط؟ يبقى طر أين ننة بثلاث نونات، وبعدين النون بعد كده الهمزة، الهمزة نقلت حركتها إلى الراء، الهمزة يا إسماعيل نقلت حركتها إلى الراء، فصارت الهمزة والياء، فحذفت الهمزة، ثم حذفت النون الرفع لأنه مجزوم، إما أصلها إما إن شرطية جازمة، مضبوط؟ وهكذا فصار الفعل ترين بياء المخاطبة اللي هي الفاعل ونون التوكيد الثقيل. هكذا مضبوط يا طلاب العلم؟
طيب في سؤال فيها في المضارع؟ احنا كل هذا قلنا قبل ذلك، ولكن هو يكرره ونحن معه مكررون، هكذا مضبوط. طيب علامة الأمر وحكمه. قال وعلامة فعل الأمر أن يقبل ياء المخاطبة ويدل على الطلب. الواو هنا ويدل على الطلب هي للواو الجمع، يعني علامته مجموع أمرين، علامته إيه؟ مجموع أمرين، أمر يعود إلى اللفظ وأمر يعود للمعنى. خلي بالك، علامة الأمر مجموع أمرين، مجموع أمرين، أمر يعود لللفظ هو قبول ياء المخاطبة، وأمر يعود للمعنى هو دلالته على الطلب. فإذا تحقق أمر واحد في الأمر، إذا تحقق أمر واحد في الأمر يعني في فعل الأمر لا يكون أمرا. طب إذا تحقق أنه يدل على الطلب فقط فهو اسم فعل أمر نحو فهمت؟ طيب أكرر من أجل ابننا هذا. علامة فعل الأمر مجموع أمرين اثنين، أمر يعود لللفظ وهو قبوله ياء المخاطبة، وأمر يعود للمعنى وهو دلالته على الطلب. فإذا تحقق أمر واحد في فعل الأمر لم يكن أمرا، لم يكن فعل أمر، وإنما يكون شيئا آخر. طيب إذا تحقق أنه يدل على الطلب فقط فهو اسم فعل أمر نحو عليكم أنفسكم. عليكم هنا يدل على الطلب ولكن لا يقبل ياء المخاطبة، فتحققت فيه علامة واحدة. فعليكم أنفسكم بمعنى إيه؟ إلزموا أنفسكم، وصح ومه وهكذا. طيب إذا قبل ياء المخاطبة فقط كان مضارع، سيصير مضارعا لأن المضارع يقبل ياء المخاطبة ولا يدل على الطلب، لكن الأمر هو الذي فيه أمران، فيه الأمران معا، الأمر في أي فعل الأمر هو الذي فيه الأمران معا. إيه هما الأمران؟ قبوله ياء المخاطبة ودلالته على الطلب، هذا هو مفهوم. طيب قال وعلامة فعل الأمر أن يقبل ياء المخاطبة ويدل على الطلب نحو قومي، وفي القرآن يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. فإن دل اللفظ على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة فهو اسم فعل أمر نحو صه ومه وعليكم ودونك وهكذا. وإن قبل الياء ولم يدل على الطلب فهو فعل مضارع نحو تقومين. طب وحكم إيه؟ قال لك وحكمه أن يبنى على السكون إن كان صحيح الآخر، وهو ما ليس آخره ألفا أو واوا أو ياء نحو اضرب. إذا كان صحيح الآخر يبنى على السكون. طيب ويبنى على حذف الآخر إن كان معتل الآخر، وما آخره ألف أو واو أو ياء نحو اخشى واغزو وارمي. فاخشى فعل أمر مبني على حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها كما قلنا في المضارع قبل ذلك في أول هذا المجلس. واغزو فعل أمر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها، وهذه الأحرف الثلاثة أواخر أصالة، وكان قلنا يعني أصالة في المسألة الثالثة هناك. ويبنى على حذف النون إذا إن كان مسندا لألف اثنين نحو اضربا، أو واو جمع نحو اضربوا، أو ياء المخاطبة نحو اضربي، هذا هو. طب وضابط الأمر؟
ايه خلاصة فعل قاعدة؟ قال لك يبنى الامر على ما يجزم به مضارعه. هذه القاعدة، هذا الخلاصة. قال وضابط ذلك ان الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فان كان مضارعه يجزم بالسكون فالامر منه مبني على السكون، وان كان مضارعه يجزم بحذف اخره فالامر منه مبني على حذف الاخر، وان كان مضارعه يجزم بحذف النون فالامر منه مبني على حذف النون. هذا هو يا طلاب العلم، مفهوم يا طلاب العلم؟ هل هناك سؤال فيما ذكرت؟ نعم. نعم تفضل. قبل ذلك على ملخص متقدم دار ذكر والذي يعرف بالحروف الأربعة أربعة عشر هذا كلام المحشي وهو سيدنا الإمام رحمة الله عليه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. لو أعتقد أنك قرأت مقدمته، فقال في مقدمته أنني حذفت ما لا أراه معطيا فائدة زائدة للطلاب. هو حذف كل شيء ليس فيه فائدة، مزيد فائدة للطلاب. وهذا الذي حذفه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه هو تكرار لما ذكره الشارح والمصنف، ولذلك حذفه من هذه الطبعة المختصرة. لكن إذا رجعت إلى تلقيح الأزهرية في نسخة صاحبه لوجدت هذا الذي ذكره الآن تقي الدين، يعني ذكر هذه الأشياء التي ذكرها موجودة في الطبعة الأصلية، والطبعة الأصلية مطبوعة وما زالت تباع في مكتبات الأزهر في عن سيدنا الحسين، تباع تلقيح الأزهرية الأصلي يباع. تمام فهمت؟ هذا هو. نعم لك سؤال آخر طول. نعم لماذا؟ لماذا؟ نقرأ إيه؟ الأصل؟ أين هذه؟ موجودة هنا ولا في الحاشية؟ وقبل الباب على ماذا؟ على ماذا؟ وقال النيابة حذف دون النصر. أسئلة على جميع ما تقدم. هذه 46. هذا ملخص ليس نعم هذا تقصد هذا ملخص ما تقدم. والله لم يعني أتنبه له إلا الآن. سبحان الله. هذا هو. نعم طيب يعني هذا تلخيص ما سبق، ولكن نقرأه المرة القادمة إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله لأن الوقت هذا. طيب هل هناك سؤال؟ تفضل. سبب فعل مضارع مبني إذا باشرت النكرة إذا باشرت النون التوكيد أمرين تركي 15 أوان هي أمران مش أمرين تركي 15 وماذا؟ لا هو أمر واحد واحد ليس أمرين. ليس أمرين أمر واحد هو أنه أشبه مع هو مع النون أشبه تركب 15 فصار مبنيا كخمسة عشر، لأن 15 مركبة، وكذلك ركب مع إيه نون التوكيد تركب 15. ليس هناك أمر آخر. لكن هو لماذا بني مع نون النسوة كما قلت قبل قليل؟ لأنه اقترب كثيرا من الفعلية
لأنه أسند إلى شيء لا يسند إليه إلا الأفعال، وابتعد عن الإسمية، فلما كان ذلك صار مبنيا على أصل الأفعال. يبقى ده لها علة ودي لها علة، وأنا ذكرتهما الاثنين، بس هذا لشيء وهذا لشيء آخر. جيد؟ الله يبارك. طيب، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الدروس أو المجالس العلمية ستتوقف كما أعلمت بذلك من قبل المسؤولين هنا في هذا الرواق. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير جزاء، وأن يرفع شأنهم وقدرهم. أسأل الله مخلصا له الدين أن يرفع قدر هؤلاء، وأن يرفع شأنهم، وأن يعظم أجرهم كما رفعوا قدر العلم، وكما رفعوا قدر العلماء، وكما رفعوا شأن العلم وشأن العلماء. أسأل الله أن يكون هذا الأمر في ميزان حسناتهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله أن يرحمهم وأن يعفو عنهم ببركة ما فعلوه. فأفضل شيء في هذه الدنيا، أفضل شيء في هذه الدنيا هو طاعة الله، وطلب العلم من أنفع الطاعات ومن أقربها إلى الله سبحانه وتعالى. فاعلموا ذلك وتيقنوا به وآمنوا به واعملوا عليه، ولا تفتأوا تطلبوا العلم ما دمتم أحياء، لا تفتأوا تطلبوا العلم ما دامت الأرواح في أجسادكم. هذا هو نصيحتي لكم، هذه هي نصيحتي لكم طلابا وطالبات، لا تفتأوا تطلبوا العلم ما دامت الأرواح في أجسادكم، وابتغوا بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى، وابتغوا بذلك أن يعلو، أن تعلو شأن لغتكم، وأنا أقول لغتكم لماذا؟ لأنها لغة القرآن، والقرآن كتاب المسلمين، وأنتم مسلمون، هذا هو. وأن يعلو شأن الدين، شأن العلم، شأن العلوم، علوم الشريعة وعلوم العربية بكم إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.